بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. ومن على جريدة ميترو تيم كما نرى، نرى هذا المقال المفجع حول حادثة مفجعة طبعا حدثت بإسبانيا. Une dame de 79 ans retrouvée morte et dévorée par ses 5 chats. Une dame de 79 ans retrouvée morte et dévorée par ses 5 chats. Et dévorée par ses 5 chats. Une dame de 79 ans. Et de notre clémane et mara'a d'être 79 sana retrouvée morte ou jidet meyeta et dévorée. ثم ملتهمة par ses 5 chats par ses 5 chats من طرف قطتها الخمس ملتهمة من طرف قطتها الخمسة. La police espagnole a été confrontée à une scène d'horreur ce lundi. La police espagnole الشرطة الإسبانية a été confrontée واجهت يعني كانت مواجهة يعني هي اللي تواجهت a été confrontée أنها كانت في مواجهة a une scène d'horreur ce lundi لمشهد كما نقول رهيب ce lundi هذا الاثنين إذن كانت في مواجهة لمشهد مرعب في خوف ce lundi هذا الاثنين à Madrid بمدينة مدريد. Les agents ont découvert le corps sans vie d'une vieille dame dans son appartement. Les agents, الأشخاص, ont découvert أنهم اكتشفوا. عندنا le verbe découvrir. On a le verbe découvrir. عندنا فعل اكتشف. Les agents ont découvert le corps. إذا نتكلم على الأشخاص. أو الرجال اكتشفوا الجسد sans vie بدون حياة يعني أن السيدة وجدوها ميتة. Les agents ont découvert le corps sans vie d'une vieille dame. إذن الرجال اكتشفوا الجسد بدون حياة لسيدة عجوز d'une vieille dame. إذن نتكلم عن امرأة قديمة أو امرأة عجوز. dans son appartement, في شقتها, morte depuis 3 mois, morte depuis 3 mois. إذن ميتة منذ 3 أشهر. Elle avait été mangée, elle avait été mangée, يعني أنها أكلت. هنا ما عندناش elle avait mangé, يعني أنها هي أكلت. ممكن نقول elle était mangée, أو كما عندنا هنا Elle avait été mangée, يعني أنها أكلت. استعملنا أدخنا مع مانجي. إذن طبعا هنا تنتكلم على هذه السيدة بأنها هي التي أكلت. Elle avait été mangée, يعني أنها أكلت en partie, يعني بجزئين. المقصود أن جزءا منها أكل par ses chats من طرف قطتها. سولاندي هذا الاثنين. Les pompiers de Madrid ont pénétré. إذا نتكلم عن رجال إطفاء مدريد ont pénétré. يعني أنهم دخلوا dans une habitation de Fincaral. إذا هم دخلوا de Fincaral. إذا بهذه المنطقة au nord de la capitale espagnole. يعني في شمال العاصمة الإسبانية. au nord يعني في الشمال de la capitale espagnole. من العاصمة الإسبانية. Les voisins, الجيران, les voisins, الجيران, soupçonné. يعني كانوا يشكون. On a le verbe soupçonné. عندنا فعل شك. طبعا في الامبارفي. يعني لمدة من الوقت في الماضي كانوا يشكون. لمدة من الزمن كانوا يشكون. Les voisins soupçonné. Qu'il soit arrivé quelque chose à Clara Inès. طبعاً. يعني أنهم كانوا يشكون كيل سوا أغيذي بأنه حصل كما نقول هنا بأنه وصل طبعا لوفير أغيذي المقصود به فعل وصل لكن يعني أحيانا كما عندنا هنا ممكن أنه يعني
حصل. إذن هم كانوا يشكون لي فوازان سوبسوني كيل سوا أريفي. إذن كانوا يشكون بأنه حصل كيلكو شوز شيء ما. أكلارا إنستوبون لي السيدة كلارا إنستوبون من تكون هذه السيدة؟ إن كولومبيان دو سواسون ديزنافون. إذن هي كولومبيا لي 79 سنة. كما نقول دات 79 سنة. لوسكيل سون أونتخي دو لابارتومون، عندما هم دخلوا إلى الشقة لي سوكور، إذا نتكلم عن الذين دخلوا لي سوكور يعني المنقذون. أون روتخوفي لو كور يعني أنهم وجدوا الجسم سون في بدون حياة دو لابروبريتير للمالكة، وجدوا الجسد بدون حياة للمالكة. إذن هم وجدوا جسد المالكة مالكة الشقة يعني صاحبة الشقة سون في بدون حياة. لا بارتي سوبيريور دو سلويسي المنطقة العليا، لا نتكلم هنا على لا بارتي انفيريور يعني المنطقة يعني الجزء السفلي، بل نتكلم على الجزء العلوي. لا بارتي سوبيريور دو سلويسي دو سلويسي، إذن الجزء العلوي لهذه الأخيرة نتكلم عن المالكة أو السيد العجوز. avait été en partie mangé par ses chats. avait été en partie mangé أو كما نقول avait été mangé. avait été mangé يعني أنه أكل، الجزء العلوي من الجسم أنه أكل. avait été en partie mangé يعني أنه أكل جزئيا كما نقول par ses chats من طرف قطتها، إذا قطتها السيدة. 5 de ses 7 félins 5 de ses 7 félins، إذا 5 من 7 félins. إذا نتكلم هنا عن فصيلة القطط، فصيلة القطط. عندما نقول félins طبعا نتكلم عن القطط وهي المقصودة عندنا هنا بكلمة فيله، لكن كلمة فيله ممكن تضم أيضا النمور مثلا والفهود وما يشبهها. إذا نتكلم عن فصيلة القطط كلها تشبه القطط حتى ولو كانت كبيرة. إذا كلمة فيله تعني أيضا بقية هذه الحيوانات المفترسة، لكن الكلمة هنا تعني هذه القطط. إذا عندنا هنا 5 de ses 7 félins، إذا 5 من قطتها السبع ات ايغالمون ديسيدي، يعني هي أيضا ماتت. ات ايغالمون ديسيدي هي أيضا ماتت. واضح بأن هذه القطط كانت جائعة لذلك أكلت هذا الجسم المتحلل، لذلك أكلت من جسم السيد العجوز المتحلل. Selon les informations des médias locaux, من خلال أخبار وسائل الإعلام المحلية، selon les informations حسب الأخبار des médias، طبعا الميديا المقصود بوسائل الإعلام بما فيها الجرائد الإذاعات والقنوات إلى غير ذلك. Selon les informations des médias locaux، إذا من خلال أخبار وسائل الإعلام المحلية، طبعا لوكو تأتي من كلمة لوكال، لوكال نتكلم عن المكان أو نقول عن شيء نصفه بأنه لوكال يعني أنه محلي. طبعا هنا نتكلم عن مجموعة وسائل إعلام، إذا طبعا نقول عنها لوكو يعني في الجمع نقول لوكو. لا فيكتيم إي ديسيدي دي كورونا فيروس، إذا الضحية لا فيكتيم، إذا الضحية إي ديسيدي يعني أنها توفيت دي كورونا فيروس بسبب فيروس كورونا. مي بيرسون نون سافي ريان، ولكن لا احد. مي بيرسون ولكن لا احد، نون سافي ريان لم يعرف عنها شيئا، يعني ولا احد عرف عنها شيئا. لذلك طبعا توفيت دون ان تتلقى لا معالجة ولا انقاذ أو حتى الدفن المبكر.
Ce sont les voisins qui sentent une odeur. Innahum al-jiran. Ce sont les voisins. Innahum al-jiran. Qui? Al-ladina. Sentent. كما نقول شامينا شامينا وهم يشمون سنتون وهم يشمون أو شامينا une odeur nauséabonde سنتون يعني شامينا une odeur يعني رائحة nauséabonde nauséabonde كما نقول كريه الرائحة طبعا في المذكر نقول nauséabond nauséabond يعني أنه كريه الرائحة طبعا هنا une odeur يعني نتكلم عن رائحة nauséabonde كما نقول كريهة الرائحة طبعا نضيف E للمؤنث et voyons de nombreux insectes ثم رأينا كما نقول وأيضا وهم يرون de nombreux insectes de nombreux insectes يعني العديد من الحشرات se sont inquiétés عندنا هنا Ce sont les voisins qui, innahum al-jiran al-ladina, thumma dhakarna, wahum yashmuna al-ra'iha al-kariha, thumma wahum yarawna al-hasharat, thumma qulna fil akhir, se sont inquiétés. Yani hum qaliqu, hum qaliqu. Idan, indama shammu al-ra'iha al-kariha, wa indama ra'u al-hasharat, rabbama takhruj min bab al-shuqqa, إذن هم قلقوا لذلك اتصل الجيران بالجهات المعنية فجاءوا إلى المكان واكتشفوا هذا المشهد المرعب إذن نكتفي بهذا القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله